فرحة محطتنا الأولى راح تكون مع عالم الجمال والصحة، ومن قلب الطبيحة راح نتعرف كمان على أساليب للعناية للبشرة وأنواع الغسولات والمقشرات وطبعا بعض المستحضرات التجميلية من مواد طبيعية مثل ماء الورد مع أريج علي كيميائية وأيضا مدربة بحاضنة الدمر الحرفية. أهلا وسهلا فيكي، رمضان كريم. صباح الخير. رمضان كريم، كل عام وانتم بألف خير. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيكي. اليوم قد ايه مهم نحن نعرف طرق العناية بالبشرة الصحيحة. كثير اليوم يمكن زيادة في غسيل ايدين أكثر، في غسيل الوش أكثر، هذا الشيء يمكن عم يعملنا شوية جفاف أو تعب بالبشرة. خلينا نعرف الطرق الصحيحة للعناية بالبشرة حتى تضل نضرة ورطبة. اوكي، هلا اكيد الصبايا بيسالوا انه بدي بشرتي حلوه ومثل بشره البيبي، لانه بيشوفوا كثير صور على الانترنت وعلى السوشيال ميديا بيفكروا انه هي الصور حقيقيه، بينما هي ممكن كثير تكون معدله او فلاتر وهالقصص. اكيد بشرتنا كلياتنا لازم تكون حلوه وبدون ميك اب، بس مو لدرجه انه تكون هالصفاء مثل بشره البيبي او مثل البشرات الاسيويه اللي بيفرجونا اياها على الانترنت. اكيد لازم الصبيه تهتم ببشرتها بشكل يومي والا ما رح تحصل على بشره حلوه، والاكيد لازم تهتم بشرب المي وبالغذاء، هي قبل كل شيء. بعدين بنيجي على الخطوات اللي هي بشكل يومي لازم تتبعها الصبيه للعنايه ببشرتها. دائما بنقول انه التقشير هو مثل الحراثه للارض، مثل الارض لما بنحرسها على طول لازم نقشر البشره. التقشير بيكون بعده انواع، اذا ما قشرنا وشلنا الجلد الميت، هذا الجلد الميت والخلايا الميته اللي على البشره بتعمل انسداد بالمسامات، بالتالي بتشكل حبوب والالتهابات والبثور ومن ثم التصبغات اذا طلعت الحبوب. اكيد لهيك لازم على طول نقشر بس ونخلي الوقت المناسب للتقشير. ايه بس مو التقشير الكيميائي، انا كثير بركز على التقشير بس ليس التقشير الكيميائي اللي بيكون انه بيعتمد على الاحماض الكيميائيه اللي بتشيل تماما، بتخرش وبتشيل جزء من البشره. انا مع التقشير اللي بجدد خلايا البشره الطبيعي 100% اللي ما نوعه عميق لدرجه انه يعمل احمرار او حساسيه. الطرق اللي على طول بنصح فيها بالتقشير هي يا اما الباودر اللي هو الطين البركاني، الطين الهندي البركاني رائع لتقشير البشره، هذا الطين شحنته سالبه بتشيل كل الشوائب الموجوده بالبشره، بتنظف تنظيف كثير عميق. حتى البنتونيت كلي الطين الهندي البركاني يؤخذ فمويا كمان لعلاج، بيسحب المعادن الثقيله من الجسم، فهذا رائع للبشره. بالاضافه انه يعني نستخدمه مره بالاسبوع نقشر بشرتنا فيه، كثير بيعطي نتيجه بالجنة. والتقشير من اول استخدام؟ تمام، التقشير من اول استخدام، يعني هذا بتحطيه بتخلطيه مع كميه سائل او ماء ورد او خل تفاح او ماء طبيعي اللي هو بتحطيه على بشرتك مره بالاسبوع الى 10 ايام. بعدين طريقة الإزالة بتكون، هو بيكون بعد ما صار على وجهك مثل الجبصينة بتبلي منشفة بمي فاترة وبتشيليه لفوق، حركات لفوق، هيك بتحفزي الكولاجين بالبشرة وكمان بتشيلي كل الرؤوس السوداء وكل الخلايا الميتة كلها بتطلع على المنشفة. كمان في طرق تانية، ماسكات كتير رائعة للاهتمام بالبشرة مثل كمان ماسك الكركم، هاد كمان بينفرد على البشرة، فيه الكركم، فيه كمان البودرة الورد الدمشقي، كمان هذا كتير منيح للبشرة، بنفرده على البشرة ومنخليه 10 دقائق لربع ساعة وبعدين منشيله بالمنشفة، نحصل على ويعني ممكن يصبغ شوي ما بيأثر، بينقام بماء ورد. كمان عندي كمان الماسك اللي هو الفحم الطبي النشط، الفحم الطبي النشط اللي هو الاكتيفيتد شاركل اللي كمان يستخدم فمويا لسحب السموم من الجسم عند حالات التسمم، هذا رائع للبشره. كمان بيحتوي على الزيت الاساسي لللافندر، بيحتوي كمان على قشور الجوز العضوي المطحونه، كمان هي بتعمل حركه سكراب للبشره بشكل رائع، وكمان بيعطي شويه رغوه. هذا ما فينا كثير نطول على بشرتنا فيه، ممكن شوي ينشف البشره. اي ماسك بيحتوي على رغوه ما نقعد نطول فيه، اي ماسك بيحتوي على حبيبات كمان لازم تكون الحبيبات مخصصه للوجه. غلط نروح نشتري من اي محل العلب اللي بيكون مكتوب عليها مقشر الوجه والجسم، الحبيبات اللي بتقشر فيها الوجه
الوجه غير تماما الحبوبات اللي بتأثر فيها الجسم. الجسم الحبوبات اللي بتأثر فيها الجسم بتكون قاسية على البشرة تبع الوجه، بشرة الوجه ألطف بكثير من الحبوبات القاسية، لهيك لازم نحن نقشر كمان بهاد اللي هو بيحتوي على الطين الأبيض البركاني، نفرده كمان على بشرتنا، تمتص البشرة دغري، يعني سرعة امتصاص البشرة للفحم النشط رائعة، دليل أنه بيتغلغل بأعمق طبقات البشرة. وكمان نفس الشيء منشيله منبله بنتفة مي ومنشيله بمنشفة. هاي المنشفة لازم يكون عند كل صبية دزينة وبتغليهم على طول. أكيد. أريج، يعني كنا عم نحكي تحت الهواء أنه صار هلا مثلا الماسكات ممكن انه بيشوفوا مثلا على مواقع التواصل او يتواصلوا مع خبيره للعنايه بالبشره، لكن الشيء مثلا المتعارف عليه هلا بين الصبايا ماء الورد تمام. صار مرطب اساسي عند كل بنت، لكن عم تختلف جوده يمكن ماء الورد بين تحت مسمى طبي ولكن يمكن غير طبيعي، ويمكن الطبيعي اللي ممكن يتصنع على الايد او حدا خبير يصنعه. سؤال كثير حلو. خلينا نعرف ماء الورد كيف فيها تفرق الصبيه اذا هو تجاري او اصلي تمام. خلينا نعرف فوائده كترطيب يعني على كل البشرات بفيه. تمام. ماء الورد رائع اذا كان من جهه مضمونه، لازم تكون الصبيه جايبته من جهه انه بتعرف انه هذا مقطر تقطير من الورد الدمشقيه او الورد الجوري المنتشر عندنا بالبلد طبعا ومتوفر بكثره، ما يكون تجاري، ما لازم تشتري تجاري. انا لهالسبب جايبه اليوم علبتين ماء ورد، انت بدك تقولي لي مين الاصلي منهم ومين المو اصلي. يعني انا شخصيا جبت علبه كبيره وعلبه صغيره لاني ما بقدر ميز. تمام. بقدر ميز لانه انا حطيت الطبيعي بعلبه والمو طبيعي بعلبه ثانيه، ما بتميز ابدا. بامكانك تعطيني ايدك اليمين، حلوه ريحته. وهي الايد الثانيه، هي ريحه الورد اكثر. ايه. شو هو الطبيعي؟ لا هي ريحته راحت. ايه؟ حسيته مثل كانه مي. لا هذا للاسف العكس. العكس هذا عطر الورد، يعني شوفي شفاف وعم ينباع هيك على اساس انه هو ماء ورد، بينما هو عطر الورد. يعني بتحطيه على البشره ممكن انه يسبب لك كحبوب. هذاك في زيت شوي تمام. اللي فيه زيت الوردي الصناعي هو هذا اللي فيه زيتي، بتحسي بترطيب مبدئي وبريحه بتجنن، وبتحسي انه عن جد انت مشتريه ماء ورد طبيعي، بينما هو عطر ورد محلول بمواد بتحل الزيت بالماء، بمستحلبات بتحل الزيت بالماء، وحاططه هيك بس مشان ورجي الصبايا انه كثير ضروري تشتري الماء الورد اللي عم تحطيه على بشرتك من جهه مضمونه وموثوقه، يا اما من جهه طبيه موثوقه، يا اما من حدا بتعرفي انه عم يقطر عن جد وعم تجيبي من عنده. وعم يصير مشاكل التنك اريج، يمكن عم يصير تحسس بالبشره، تهيج احيانا، صح، خاصة او انتفاخ تحت العين، يعني لانه بتلهب احيانا هي الماده. 100% مستحيل ماء الورد الطبيعي يسبب لك التهاب تحت العين، بالعكس هو بينحط كمادات لتروح انتفاخات تمام. العيون. بقى الماء الورد اللي هلا عم ينباع بكثره، وكل الصبايا بتقلي شو استخدم بعد الصابونه، عندي ماء ورد بدي احط منه، بقول لها لا، اذا ما انك مضمونه منين جايبتي لهذا الماء الورد اوعك تحطيه، لا تمام. بالعكس بيسبب حساسيه وبيسبب حبوب، بيحطوا له عطور، بيحطوا له هي المستحلبات، بتسبب تسكير بالمسام، للاسف بس تجاري ورخيص وبينباع باسعار غاليه. وخصوصي كمان بيجيكي الماء الورد اللي بيكون لون زهري ولون ما بعرف شو، كل الالوان الزاهيه، غلط، ما بيصير. ماء الورد الحقيقي الطبيعي هو لازم يكون شفاف هيك 100%. وعن جد لازم ينحط بإزاز مو بالبلاستيك؟ بصراحه هو بصراحه البلاستيك هو يعني عبء على الكرة الأرضية كلها. بقى أنا مع أنه نحن نستخدم أكيد بإزاز، بس إذا ما توفر مو هالشيء اللي رح يفقد له فعاليته. أكيد كتير حلو استخدامات ماء الورد اللي كلياتنا يمكن بنحرص على البشرة الحلوة، وفي فوائد إلها يمكن ما كتير الصبايا بيعرفوها. خلونا نعرف شو استخدامه الصحيح فائدته على البشرة، وهل بيلائم جميع أنواع البشرات؟ تمام. الخلاصات المائية للأعشاب أو للورود هي من أحسن الأشياء اللي ممكن تفيد البشرة، سواء كان ماء البابونج كمان المقطر، ماء الميرمية، ماء عشبة الساحرة اسمها الويتش هيزل، هي بتروح كل حبوب الشباب، وكمان بتروح الحساسية بعد الحلاقة.
كمان اللي عندك الماء اللافندر، ماء الخزامة، رائع للبشرة. هدول الماءات عن جد يعني كل صبية لازم يكون معها بجزدانها هيك، خاصة بالصيف. تمام، خصوصا بالصيف، يعني هو يعتبر مثل ميست رذاذ للوجه، بيعطيكي انتعاش وبيخلي البشرة ندية وبخليها تتنفس بوقت انه عن جد هي بتكون بحاجة. وكمان فينا نشتري ماء ورد، بيكون انه مو بس ماء ورد لحاله، يعني هو الرذاذ اللي بينباع بافخم الماركات العالميه، وفي كمان متوفر منه اذا دورنا عليه، بيحتوي بيكون ماء ورد وبيحتوي الهايلورونيك اسيد اللي هي الماده اساسا موجوده بالعظام وبيبقبق العين. هاي الماده اللي كل جزيئه منها بتجذب 80 ضعف وزنها رطوبه للبشره، بالتالي بتروح التجاعيد، بالتالي يعني بتساعد على مكافحه الشيخوخه. اذا عندك تجاعيد بتصححها، اذا ما عندك تجاعيد ما بيخلي لك بقى التجاعيد تطلع. كمان في بروتين الحرير اللي هو البيت تبع دوده القزه، كثير بيعطي نعومه حريريه للبشره. كمان الالانتوئين اللي هو بيروح حبوب الشباب، يعني هاي المواد كلها لازم نكون نختارها ضمن الماء الورد اللي هو الانين اللي لازم نحطها بجزداننا، اللي هي الفيس ميست اللي هو رذاذ الوجه، لنروي بشرتنا بوقت هي بتكون بتحتاج، خصوصي كمان الالوفيرا جيل. يعني اذا كان هذا الرذاذ بيحتوي على الالوفيرا جيل كمان هذا شيء رائع للبشره وبيروي البشره يعني باعز الوقت. والاهم يمكن اريج انه كلياتها شيء طبيعي أكيد. بعيدا عن المواد الكيميائيه طبعا. الصبيه ما عاد فيها تروح على اي صيدليه كانت بدي يمكن مرتب ليلي او نهاري، وبتكتر بقى المواد وبتزيد الاسعار وما عم تعطي النتيجه المطلوبه. هذا الشيء اساسي بخزانه اي صبيه، لازم يكون الرذاذ الوجه بالاضافه اكيد للتنظيف اليومي بالصوابين الطبيعيه اللي حكينا كثير قبل عنها، مثل صابون حليب الماعز لتبييض البشره ولازاله النمش والكلف، مثل صابونه الفحم النشط في حال كانت الصبيه عندها بشره دهنيه وكمان عندها حبوب شباب، هي رائعه. وفي صبايا بتقلي انه باول يوم يومين حسيت الحبوب طلعوا، لانه هي بتشيل الحبوب من تحت الجلد بتطلعهم كلهم لفوق بعدين بتقشرهم. يعني ما في اكثر من الفحم الطبي النشط، عنده تنظيف عميق للبشره نوي. يعني كمان عندك صابونه الالوفيرا جيل رائعه للتجاعيد وفيها الوفيرا وخيار وافوكادو. كمان صابونه طين البحر الميت للحالات اللي بيكون عندهم بشره حساسه، وفي كمان اللي عندهم صدفيه واكزيما، هاي صابونه طين البحر الميت عم تعطي نتائج رائعه لعلاج البشره الحساسه. وحكيت اكيد عن صابونه الاربع طبقات اللي عم تجيب نتائج مذهله، اللي هي الطبقه الاولى هي الطين الهندي البركاني، كمان الطبقه الثانيه هي الالوفيرا جيل، الطبقه الثالثه هي الفحم الطبي النشط، الطبقه الرابعه هي الطين البحر الميت اللي كمان بيحتوي على معادن وفيتامينات بتغذي البشره بشكل رائع، بتمده باهم المعادن والفيتامينات اللي ناقصته. فاكيد الصبيه لازم يكون عندها اهتمام يومي ببشرتها لحتى تحصل على بشره حلوه، ما بتجي البشره حلوه. نحن اللي بيحطوا مكياج كثير ومضطرين بعملهم هدول، يمكن كمان لهم طرق عنايه طبعا كثير خاصه طبعاً. خاصه كمان في كثير مشاكل هلا عم تظهر بالبشره بسبب يمكن سوء استخدام بعض المواد او الماسكات طبعاً. حتى لو كانت طبيعيه. اريج بالحلقات القادمه رح نناقش معك مشاكل البشره، المسام المفتوحه، بشره البرتقال، كمان يمكن كثير بنات عم بيسالونا عنها على صفحتنا، كل هالمواضيع رح نناقشها معك بالحلقات القادمه ان شاء الله. بدنا نتشكرك على وجودك ونقول لك هيك ان شاء الله رمضان كريم لك ولعائلتك. ميرسي، شكرا كثير لكم. شكرا لك اريج مره ثانيه على النصائح اللي قدمتي لنا.